حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك الى الحجاج الا يخالف ابن عمر في الحج فجاءني ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه يوم عرفه حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفه معصفره فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنه قال هذه الساعه قال نعم قال فانظرني حتى افيض على راسي ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد السنه فاقصر الخطبه وعجل الوقوف فجعل ينظر الى عبد الله فلما راى ذلك عبد الله قال صدق